عيدوا النبي الفطار ده وديه للنبي. طب برز اخي برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزل. هات يا لبنك، هات يا بقولك اهو، بص مش شايفه يعني يا ده، هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي ده، هو جنيه اعمى انا هوديه للمغربي. هات الجنيه مغربي بلد. هات انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص يبقى نص جنيه، تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه، انما تحت هنا عند المصورة يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرايب عقارية لسوء الأحوال الأهلية؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح يلا يلا. ده انت يال. لودة 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 ما همتش برضو على النوجة. طب عليكم يا جلال علي، لحظة طبع راسي عم براو زي أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقفل الفرامل والدربليات مية مية يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربلياش في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي انا جاي لك اهو الوقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزه تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براءة باذن الله. براءة باذن الله. على الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش نهار اسود على الليله السوداء. طب وبعدين الفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده هيفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ايدك وتترافع، وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جيب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج مين المحامي يا شيخ افندي؟ المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله. براءه ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي نعم. بقولك يا متر، ايه؟ ما تقوم تترافع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر ما انا عارف. ندعو على القضيه والمصحف سمعت. خلاص هتتعذب والنبي سمعت. اما قمت تترافع يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس، سيد الرئيس، حضرات الساده المستغربين، انا احمد الحاجب، ارجو ان تتسع ساحه المحكمه لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا اجري يا اشرف.
خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحة الجرامير دي 180 مرة؟ وفين الشهرية بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ وبس بقى وبس بقى مزهدناهاش أول كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى العيال كل حاجه فيكم قاعدين له زف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا والشيف ورو بس شكله محل فعلا شكله محل ربنا كان وجه كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لم نفسي في حته عيل يملى علينا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزه واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش لان ايه ما نخلفش امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل إيه؟ انت اظن انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لبني نفسي في عيل عايزه عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيل نوجة يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة
لان فضلنا 10 ونبقى تقبيضه مع بعض. نحمد ربنا انه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنه والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه خلاص بقى واقف بقى انت حتى التنكي من اولها ما تشربي بقى على طول. اه انت مش شايفه، البسي طيب البسي. هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قايلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل، ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترفع ده يطلع في الازمات، يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين. إيه؟ كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده، مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده، حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صورة رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق. لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه انت شايف ايه؟ ده هو ده. اه ده انا هو ده. ده هو ده. ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه، عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه، اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارضي وتترافع، ما تخافش وما تهفش من حد، وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا رايح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. انا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعملني في مفاجاه هنا ولا ايه؟ ابوس يدك ابوس يدك ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل ازاي؟ ضرب في السكينه. شال ضرب في السكينه في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرن بقه؟ يعني ايه شرن بقه دي؟ جون حنجل حلبولو قتل حنجل. حلبولو فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسعة يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة دالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟
طعن 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة المؤقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا، مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات واحد فرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبات يعني هكون عايز اسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا أخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لبي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟